اليوم جاي عبالي اعمل لي هيك اكله نباتيه خفيفه ظريفه، فقلت مالي غير البابا غنوج. فرحت ما كذبت، خبرت دغري حطيت هالباذنجانات على شوايتي الكهربائيه اللي بدون دخان او فيكم تشوون على الفحم، ورحت فرمت البندوره والفلفله وقشرت الثوم ودقيته مع رشه ملح ليسهل دقه. وبعد ما نشوي باذنجاناتي قشرتهم واخذت اللب وبلشت افرمه، ورح ضيفه على السلطه مع كمشه بقدونس مفروم مع رشه ملح، عصير نص ليمونه، واكيد معلقتين دبس رمان. بنقلبهم مع بعض منيح وهيك صارت جاهزه. رح اقدمها بالصحن بهذا الشكل، بزينها بشويه بقدونس بعرق نعناع، وفيكم تضيفوا الجوز المفروم كمان اضافه كتير طيبه معه، واكيد زينوها بزيت الزيتون. فيكم تقدموها جنب المشاوي او هيك لحالها مع خبز كتير طيبه. وهلا حابه استشيركم، عطونا هيك شي اكله غريبه نعملها على الشوايه الكهربائيه، شي هيك غير عن المشاوي.